ليست كمثل حكومات بقية دول العالم التي تراعي مواطنيها وتسعى لتحقيق رفاهيتهم وتوفير مصادر دخل لهم وتحسين بيئتها هي الحكومة في عراق اليوم. قضاء السنية في محافظة القادسية يعاني مواطنوه من تراكم النفايات في الشوارع، رغم المطالبات التي وجهتها إدارته للجهات الحكومية بفتح قسم بلدي والتي لم تفلح كما هو الحال دائماً، ما دفع القضاء إلى القيام بعمليات رفع النفايات مرتين في الشهر فقط بحسب مجلس القضاء. طالبنا خلال هذه الفترة بفتح قسم بلدي فيها لإداء خدمات لهذه المناطق، إلا أنه لم نوفق في هذا السعي. تنظف بالشهر مرتين، يوم واحد بالشهر ويوم 15 بالشهر، توجه إليها آليات البلديات، وهذا أحد الأسباب. السبب الثاني هو قلة الآليات الموجودة في بلدية قضاء السنية. كان الواجب على الجهات الحكومية توفير أماكن محددة لوضع النفايات ومن ثم جمعها وليس إحراقها، الأمر الذي ينعكس سلباً على صحة المواطنين، هكذا يقول أهالي القضاء. هي المفروض يعني المواطن يسوي له مكان يعني خاص للنفايات هذه يعني، والبلدية تيجي ترفعها. والله هسه هي مثل هاي هسه يعني نار مشتعلة وتأثر على الناس، هاي المحسة البيربو والماشين الشغلات هاي تأثر عليه. المواطنون أشاروا إلى حجم الأذى الذي يسببه حرق النفايات لسكنة المنازل المحاذية لها، منتقدين انعدام الدور الحكومي إزاء معالجة هذه الأزمة. هاي الزبالة خاصة من تصير هواء تأذينا إحنا بالذات، يعني إحنا بيوتنا على الشارع وهاي من تصير دخان هاي دائما يعني أهل الإطفائية يطلعون، هي كلها الذب هنا، السيارة الذب هنا، السدوت الذب هنا، كائن من يكون الذب هنا، يعني ماكو مكان، لا خدمات لا فرش يعني. ومن أزمة إلى أزمة يعيش أبناء العراق منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن في ظل حكومات تتعاقب على الكراسي وتمتهن الفساد.